السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله الكل بخير. رجعنا لكم بفيديو جديد وبحلقه جديده. شباب، هاي الحلقه تخص تحضيرات للصبورة. طبعا هاي العده مشتريها الحجي ابو خالد هنا، وراح يشرح لنا عنها بالتفصيل ان شاء الله. حجي، اليوم شو اشتريت لنا؟ هاي شنو هذا الغزل؟ هذا مو غزل، هذا ايش قد حجمه؟ هذا 13 120. هذا الغزل 13، النزال ايش قد؟ 120. نزاله 120. هذا صدق صبور الكبار يعني؟ لا لا، ما نعمل نعمل يعني احنا نعم. ما طبنا صبورة كبيرة، ها؟ اي يحطونها بالبحر هناك بعد. هاي شنو هذا اللي؟ هذا مدود، هذا المد للجو. اي هذا مد جو يدق عليه رصاص. تمام، هذا الرصاص يعني هذا كله، وهذا خطي. هذا الرصاص هواي ما شاء الله، يعني ثقيل كلش. اي على مود تنزل. كم كيلو هذا؟ 5 كيلو. هذا 5 كيلوات شباب ما شاء الله، ما نحتاج بعد يعني، وبعد اكثر. يلا تستاهل الصبور. هاي شنو هاي حجيني؟ هاي احياكه. هاي هاي احياكه مال الغزل. ها كل عين المسافه مال هو حسب الشد ماله، كله 12 عين، كله 13 عين، يحبس وحده. اه تمام شباب، طبعا احنا ما راح نحبسه، هو راح ياخذها وين؟ وبالخصيب؟ بالخصيب. وبالخصيب هناك يرتبونها كلها لنا وجاهزه، احنا نجي ونذبيها ان شاء الله. هذا اللي اخوي كله راح تستخدمه ها؟ كله، هذا اللي مد الجو، وهذا مد الفوق. هذا مد الفوق؟ هذا ناعم، حسوني ما اصوره؟ ارفع ناعم. هذا ناعم، هذا مال كرب. اه هذا نشيل فوقه كرب بعدين. اي هاي كم متر هذا؟ شوف وايد وايد يطلع. مو هذا، وهاي عندك هاي بالات مو يعني وصول. ها هاي بالات يعني كل باله وصله يعني. يا الله اربع ثمانية شوية تسد الشط العرب ان شاء الله ان شاء الله. وهذا ايش قد مكمله؟ 7 ايام 6 ايام. عليه شغل لين عليه شغل. اه 7 ايام ان شاء الله يكمل، لان احنا ما فارق ايش اسوي، بعد هناك يسوونه ويكملونه وان شاء الله ننزل فيه قشر ان شاء الله نص الثاني بداية الثالث. ها قبل بداية الثالث. قبل بداية الثالث يعني ان شاء الله نص الثاني احنا تلقونا بالشط ويا الصبورة ان شاء الله. تصير حلقة حلوة هناك ان شاء الله شباب. نشرب الغزل وبالصبورة والرابط ان شاء الله ان شاء الله. ولو هي تطلع ميت الصبورة بسرعة. اي ما تتحمل هي بسرعة. صحيح ثواني ربي يهمك عليك. يلا يلا شباب، طبعا انتم تعرفون هذا شغله متعب، هذا الغزل وهاي السوالف والتحبيس مالته، فيراد لواحد الى خلق بي، فاحنا ما نعرف بهاي السالفه، ما نعرف انما خالي يعرف، بس رجال كبير وما يشوف يعني نظاره كلش ضعيف والله. فهاي راح نوديه للواحد بابو الخصيب، هو راح يرتبهن لنا ويجهزنا اياهن كاملات، نجي احنا ناخذهن بس نذبيهن يعني. هذني خالي اشتراهن، طبعا مو انا مشتريهن، ابو خالد البحار اشتراهن، وان شاء الله راح نذبيهن بنهايه الشهر الثاني ان شاء الله. يعني قلت لكم انا شغلتي المتعبه هاي والله كلش، فاحنا راح نوديهن وراح يرتبهن ان هذا واحد باب الخصيب، وان شاء الله نوافيكم بصيد وفير خير من الله، ونصور لكم الصبوره الموجوده بالبصره. تحياتنا لكم حبايبي. شباب، وهالمرة راح نطلع احنا ببلم بماكينة، طبعا مو بلمي، بلم ابو خالد صديقه عنده ماكينة وراح ناخذه من عنده وان شاء الله تو يعني ماكينة ماكو بعد غرف وهاي السوالف، بلم مرتب وكبير وراح ناخذ راحتنا بيه كلش والله، وان شاء الله يعجبكم التصوير راح يصير، وان شاء الله نصيد ان شاء الله. يعني تحضيرات هاي اللي اشتريناها احنا كلن تحضيرات للموسم الجديد مال الصبورة، والله يرزق الجميع ان شاء الله. يلا شباب، حاليا شفتوا التجهيزات، هاي التجهيزات حبينا نراويها لكم للتحضيرات للصبوره، موسم الصبوره ان شاء الله قادم، قادمين بقوه ان شاء الله، انا وحسون المصور وابو خالد، وان شاء الله البلد بماكينه بعد ماكو غرب. وعلوش وعلوش هنا انا ويانا يصيد لنا شانقه. يا الله هنا اولاد يطلع صياد الشجر. يطلع صياد ويانا يطلع للبحر ان شاء الله. هاي التجهيزات شفتوهن، ان شاء الله احنا اسبوعين ونكملهن وننزل للشط ونصور لكم، وان شاء الله يعجبكم هذا المقطع. تحياتي لكم.